السلام عليكم جماعة الخير، معكم عادل من قناة انفينيت جيم، واليوم رجعنا لكم بلعبة راجي ان انسنت ايبك. يا جماعة الخير اللي ما شاف فيديو سابق يضغط هنا شوف الفيديو السابق قبل ما تشوف هذا الفيديو، لانه ما اريد العب وحدي. انزين شوف الفيديو السابق وبعدها شوف هذا الفيديو عزيزي المشاهد. اوكي يلا نلعب. طيب يا جماعة بدينا. انزين في الفيديو السابق وصلنا في هذا المكان، فأتوقع الطريق راح يكون من هنا يا جماعة. انزين راح يكون من هذا المكان يا أخوان، ولحد الحين ما حصلنا قولوا يا جماعة، ما حصلنا أبو يتمصر. انزين ما حصلناه بعده، فأنا اليوم بتصل فيه يا أخوان. انزين أنا بتصل فيه لأني خلاص يعني اكتفيت يا أخوان. انزين بتصل فيه يا جماعة وبسأله أنت متمصر اليوم ولا لا، لأني ما حصلت واحد متمصر بصراحة يا اخوان. يعني قابله شيء تلفون شيء بقلي قابلنا اخوان. انزين يلا انزين اتوقع بعدين تروح هنا يحتاج لنا ثنتين من هذول الاوراق يا اخوان. هذا ايش يسموه يا اخوان؟ انا ما اعرف لحد الحين ما عرفت ايش يسموه، ذا اسميه اوراق يا اخوان، انتوا ايش تسموه؟ انا ما اعرف. انزين وبعدين لحظة نشوف هذا الصوب قبل يا اخوان، قبل ما نروح سيده خلونا نشوف اذا كان في شيء هنا. لا هنا ما في شيء، هنا شيء ماي، هنا تغرق، هنا انت تغرق يا حبيبي، ما في شيء ثاني. اوكي يلا نتحرك. انزين اوكي هنا اتوقع يا اخوان شيء قتال. انزين انا احس انه شيء قتال، تضغط على هذا. لا هذا ما قتال يا اخوان، هذا لغز، هذا لغز يا عزيزي. اوكي خلونا نحل اللغز على السريع. انزين نحط هذا هنا كذا، لا ايوه كذا، بعدها الراس نجيب هذا الصوب يا اخوان كذا، وهذا الصغنوط ايوه الصغنوط نجيبه هنا يا عزيزي بالضبط. وش باقي؟ باقي الصغير صح، باقي الصغنوط اصغر واحد، وهذا طبعا بيكون كذا وخلاص. What do we have؟ انا ما اعرف، انا اريد هذا المسار. شفت هذا المسار؟ انا قاعد ادور على هذا المسار لحد الحين ما شفته يا اخوان. انزين انا ما اعرف، انا احس انه غيروا له مسار ولا شيء، ولا اسمه ذاك يعني فسخوا له مسار يا اخوان. انزين انا تعال هذا ابو عيون. سويت لي الدرع، شفته يا اخوان؟ يدخلني داخل درع ويبدا يضربني، لكن انا عارف كيف ادبك. لحظه يا هذا يبالي وش؟ لما يسوي هذه الحركه يا اخوان لعنوا بالاسهم ايوه كذا، لانه ما بتقدروا تلحقوه. هو عبارة حبسني الحين، ولكن ما يعرف ان انا عندي سهم. ايوه كذا المفاجاه يكون. اوكي انتوا لا تخبروا يعني. انزين انا اوكي انا بغير سلاح. شو راجي، انا عارف ان شي متحمسه لكن ما كذا، لا طيح هنا تحت. انزين ايوه هنا، وبعدين بنروح هنا. خلونا قبل نروح هنا يا جماعه. لا 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 يا راجي، لا لا لحظات يا اخوان، اتوقع لازم نضرب جامبين، نضرب جامب هنا وبعدين هنا. اوكي كذا يكون، كذا يكون حركة النينجا. شيء مسمى ذيلا، شيء هيلث، وش هذا الطاقة. انزين وش بضبط راح اضبط هذا يا اخوان. هذا راح اضبط، ممتاز. وكذا نكون ضبطنا، طورنا من القوة يا اخوان. انزين اوكي خلصنا من هنا، اتوقع ما في شيء خلاص يا جماعة، فخلونا ننزل تحت. انزين قبل لا كنت بطيح يا اخوان، كنت بطيح. شيء سمعت تحت، شيء ذاك ما يسموه شبك. لحظة هذيل الخفافيش، وين تروح؟ انا موجود هنا يا عزيزي. لحظة هذا ما بلاش يعطوك، هذا يعطوك عصير تبلع. ايوه تبلع يا حبيبي، تعال كذا الشريط. يعني بيكون كله جوي ماشي ارضي يعني. اوكي ماشي ارضي، انا ما عندي مشكله. لحظه خليني اغير سلاح وانا عارف اصابيكم. جوي وشي قصف، ترى عندي قصف انا. ايوه بيكاتش هذيل. لحظه انا بجيك، سوي كذا وابلع، اعطيهم هذه الحركه. لحظه يا عزيزي، ايش فيك؟ انا كنت ما جاهز يعني. لحظة يا عبد، والله الكان هذيل ابيخ عدا عندي هم ذا البيكاتشوس يا حبيبي. لحظة انت، انا قاصر اريد اتسلق الاسم العمود. ايوه
You are dead my friend. You are dead right now. You cannot breathe anymore. Okay. انزين قتلناهم ونكمل طريقنا. نكمل طريقنا عن ثلاث عيون. يقول لهم زاد العيون عندي. زاد العيون يا اخوان. لحظة 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 غير سلاح. هذا ما ينفع ما ينفع اسم. هذيل كما قلت لكم في الفيديو السابق يا اخوان هذيل بس يحتاج لهم وش؟ يحتاج لهم الرمح يا اخوان. هذا لا تضرب لا تضربوا يعني لا تضربوا ذي العين بال 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 مسمض القوس. اوكي؟ انت وش فيك انا؟ انا قاعد اكلم اخوك الصغير. اوكي. ديفيتد اوف كورس ديفيتد. اكيد بنهزمه صراحه انا انا راجي. راجي بشعرات. انزين. This is a place that's coming. The water is feeding. يعني المياه يتغذى فويش يعني يتغذى فويش يا راجي. I'm coming راجي. ما راجي قصدي يقولوا قصدي يقولوا انا قايب بس باقي شوية انا واصل عندك. خلنا اقتل ديلة واكون خلاص واصل عندك. مشتري لك مصار جديد محل عيد. لحظة 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 لان ذاك المصار لابسنا الحين سنين انت ما مغيرنا فرحمتك وقلت لازم اشتري لك مصار جديد يا حبيبي يا بعيون. انت خلاص ميت بعد. يلا يلا روح مع اخوك روح مع اخوك خلاص ما باغي ما باغي اتضارب. يلا تعبان صايدي خلاص بري ور منه ما قادر يا حبيبي. يقول يور من ما يور من يدينك ما ينفعك بتموت انت كان يقول كذا. وش نقتل هذا؟ هذا ابو يزوع قسم بالله. شوف شفت بطنه بطنه خايز اخضر من كذا قاس يزوع. هذا ما يفهم دائما اقول له سوى رياضه. ها تزوع في شكلي. اوكي اوكي ايش رايك الحين ايش رايك في الضربات؟ ايوه ما حد بيوقفش. انت 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 سوبر وومن سوبر وومن وذ جيلز. هذا اللي بعدهم يا جماعه نومينهم مغناطيسيا ما اعرف ايش سالفتهم ولكن ما اريد اعرف ايش سالفتهم. اذا قاموا ذيلا انا بروح ملح ترى. هذا نايم هذا نايم سيدي يا اخوان محصل مكان على اساس ينام. اوكي اتوقع الطريق يا اخوان بيكون من هنا. انزين هذا ايش في شيء هنا؟ ايوه نكلم هذا. Speak to me. كلمني. Wake up. شوف هذيلا كما قلت لكم يا اخوان منومينهم مغناطيسيين. لحظه على عيونه عيونه خضرات. عيونه خضرات يا اخوان. زين فاتوقع هذا صار لهم شيء. اتوقع ذاك المشعوذ في الفيديو السابق هو اللي خلاهم كذا. زين اتوقع كذاك يا اخوان. هذاك المشعوذ اللي راويتكم في الفيديو السابق هو في حصلنا هنا يا اخوان. اوكي. ممتاز. يلا خلا خلا هذا ويش هذا ويش سي هير. انزين انا قاعد اشوف ترى ما في شيء. انا اشوف شيبه وقاعد يعبتوه ليش وش قاعد يسوي فيه هذا ما اعرف. هذا ويش هذا ويش ماسكه ماسكه حصى ولا بيضه ذا؟ ايه بيضه بيض بيض يا اخوان بيض ما اعرف مال ويش هذا بيض مال ديناصور ولا ايش؟ اه بيض مال ذاك الحيوان اللي فوق لاحظت ذاك الحيوان اللي فوق هو ذاك. انزين شيء ثعابين اخوان في الموضوع شيء ثعابين يعني نحن راح يعني نحن راح نواجه هذا الثعابين اللي في الصوره يا اخوان. شفت هذا اللي في الصوره ايه راح نواجهه راح نواجههم يا اخوان. كارودا اسمه كارودا. والله يا كارودا انت راح تموت. كارودا ما كارودا انا ما اعرف انا اقرد. ايوه اقرد هذه كلمه جديده يا اخوان فاذا كنت ما تعرف ايش معناتها معناته اني بضرب بضرب. هذا كبير هذا ليش صار كبير؟ لحظة ابلع كالعادة يا اخوان اول شيء نقتل هذيلا هذيلا لانهم يضربوك من بعيد فهذا مشكلة. ايوه خلصنا على واحد باقي واحد. ايوه اقلع 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 يا حبيبي اقلع اقلع العيون الخايس هذا. ايوه خلاص نزلت انت تعال. اه جارودا هذا باي يشوف الجارودا يا اخوان. لاقي ست قحم يا حبيبي. انت مارنب انت ما كنقرو قصدي مارنب ارنب مو دخل ارنب قصدي كنقرو. ابلع اي ابلع هذا 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 خايس هذا زوع ماله. لافني لافني الشوت يا اخوان استلمني صح كان يقول انا هو القرودة ما انت انا اللي بسلك قرودة.
يا حبيبي لحظه، لا قد سوحنا، خل انتظر شوي انا. ايوه يا والله العظيم قتلني يا اخوان. ايش هذا؟ هذا زباله. كنغرو على بالك؟ كنغرو انت؟ اوكي انا عارف ادبك. هذا كذا يباله يا اخوان، كذا بس. هذا كذا يشبع 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 مسمه سهم. ايوه كذا، ايوه موت. ايوه قتلتني هكسا، ما امزح. انزين اتوقع يا اخوان نركب هذا اللفت يوصلنا فوق. انزين وعسى وعسى لما نوصل فوق نحصل بمصر. قولوا انزين يا اخوان، عسى نركب فوق نحصل مصر. ايوه نحصل المصر، بس باغي اشوف المصر على الاقل يكون مصر مع اخوك تحت، على اساس يكون هذا دليل ان هذا الانسان موجود هنا يا اخوان. انزين اوكي. وش اخوي بس لو تكلمني تقول لي اذا كان شيء مصر تحت هناك ولا شيء. ما شيء مصر هذيلا، ويش يتكلموا هذيلا؟ منومينهم يا اخوان، والله يلوفك كفته. مره ثانيه هذا اللغز، لغز وش يسموه هذا؟ يلا على السريع نحله على السريع. اتوقع يا اخوان انزين، اتوقع يا جماعه اول شيء نرجع هذا هنا انزين، وبعدها هذا نجيبه هنا. حلو نجيبه كذا، وبعدين بنحرك هذا الصغير، وبعد نحرك هذا، وهذا اصغر واحد نجيبه هنا بالضبط كذا كذا الشريط. اوكي صار الحين شيء قصر يا اخوان، فنقدر نمر الحين. انزين نزف هذا اللفت، وهذا اللفت راح ينزلنا تحت اخوان، راح ينزلنا في هذا الطابق، وهذا الطابق اللي هو اللي راح يوصلك في هذا القصر. تتذكروا هذا المكان لما في الفيديو السابق جينا هنا وما قدرنا نمر؟ هو هذا المكان يا اخوان. انزين انا راح انهي هذا الفيديو في هذا المكان يا جماعه الخير، فادعمونا باللايك والشير والاشتراك. كان معكم عادة من قناه انفينيت جيمنج، متقانا ان شاء الله في الفيديو القادم. سلام.